بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وهنا وسعادة وراحة بال. بإذن الله النهاردة هنعمل فكرة جديدة، ويا رب يكون الفيديو خفيف على حضراتكم. الفيديو بتاعنا عن ازاي نعمل كيس حلواني في المنزل بأسهل طريقة وبأقل تكاليف ممكن. عندنا حبايبي ازازة زيت، دي ازازة زيت فاضية وانا غسلاها تمام، ومعانا مقص ومعانا سكين عشان نقفل بها الكيس الحلواني، واي كيس تخزين عندك استخدميه كبير او صغير زي ما تحب. الاول حبايبي انا هفتح الازازة، والجزء الابيض ده انا عايزة اشيله عشان هو ده اللي هيدينا الشكل الجميل بتاع كيس الحلواني. بالراحه خالص كده بالسكينه، وايه اوسع بس بالراحه خالص وبسهوله هيطلع معايا. كده طلع معايا الايه الجزء الابيض ده تمام. هاجي من هنا من عند الجزء ده كده للازازه، وهقطع الجزء ده بالمقص او بسكينه رفيعه اي حاجه، المهم ان هو ايه يتقطع معايا. بسم الله. الجزء ده ايه سويته بالمنظر ده كده. هجيب سكينه بقى، اي سكينه عندي تكون يعني ما بنستخدمهاش قوي، وهسخنها على النار. وهجيب حبايبي السكينه، انا سخناها كويس جدا. هجيب كيس التخزين بتاعنا او الكيس اللي انا هستخدمه، وهجيب السكينه وهعمله هقسمه مثلثين بالشكل ده كده، وهيقفل معايا بإذن الله بالشكل ده. أصبح عندي كيسين ممكن أستخدمه في الفكرة دي. كيس مقفول طبعا ممكن ده نفتحه بكل سهولة، وكيس مفتوح ايه استخدمه دلوقتي، يعني الكيس ده بقصه عشان ابقى استخدمه تاني بالشكل ده اهو. والكيس المفتوح اللي هو الجهة المفتوحة بالشكل ده، ومقفول طبعا لان السكينة لحمت ايه الجزء المفتوح بالشكل ده كده. هاجي بقى حبايبي اقص الجزء ده كده بالمقص عشان ادخل فيه الايه الجزء بتاع الازاز. بسم الله. بعد ما نحمل الكيس اهو هنشوف هنركبه ازاي مع بعض. انا عندي الجزء ده كده والجزء ده، انا هجيب بكل سهولة ندخل الجزء ده كده اهو، وايه هسيب جزء كده بره علشان طبعا ايه يمسك عليه بالشكل ده بالطريقة دي كده. وهجيب الجزء الابيض ده وهركبه كده، ركب معايا وبقى جاهز جدا اهو. طبعا اشتغل بيه بقى بالمنظر ده كده كيس حلواني، وبعد ما اخلص طبعا وانضفه اقفل عليه بكل سهوله بالغطا ده
ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى ان نال اعجاب حضراتكم. إيه لو عجبك الفيديو ما تنسناش من اللايك والاشتراك في القناه حتى يوصلك كل جديد. إيه بشكر كل اللي دخل عندي جديد وال اصدقائي اللي معايا على طول. إيه اتمنى لكم حياه اسعد، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.